كابتن محمد صفوت مليار مبروك الاداء الكبير اللي ظهرنا بيه في لفرقه المصري الدفاع الافريقيه. اتكلمنا عن اصعب حاجه شفناها يعني واجهته فارق والخبرات اللي اكتسبناها من غانا. هي البطولة كانت تنظيميا صعبة جدا، كان فيها كسور كتير، بس ده على كل اللاعبين سواء علينا او المنتخبات الاخرى. احنا حاولنا ان احنا نتعامل ونتأقلم على الكسور دي. طبعا الجو كان قاتل، احنا كنا بنلعب في ماتش كابتن الساعة 12 الساعة 1، طبعا رطوبة عالية جدا والحرارة، بس زي ما قلت هو كان على كل الناس. حاولنا ان احنا نقدر نعمل اللي علينا، قدرنا ان احنا نقصد ثلاث ميداليات برونزيه وواحده فضه في الفرق. كان املنا ان احنا نعمل زي ما عملنا ضد افريقيا في المغرب وان احنا نقصد ذهبيات ونتاهل للاولمبياد. بس هي رياضه مكسب مختاره، الفريق اللي مع اللي طالعين بيه برضه هو فريق لسه اول مره يشارك في بطولات زي ديت. بنحاول نعدي الجيل اللي جاي علشان مصر 2027 ضد افريقيا في مصر، بحيث هم يبقوا جاهزين نقدر نعمل نتائج احسن من ضربة غانا. بس قدرنا ان احنا نظهر باداء كويس، قدرنا ان احنا نكون قسم عنيد في كل المباريات وحصلنا ميداليات كويسه ومراكز كويسه. يعني محمد صفوه كوتش للمنتخب المصري، تجربه اول مره، شايف التجربه عامله ازاي المره دي؟ والله احنا ابتدينا الكلام ده من شهر 5، ابتدينا نعمل برنامج ونعد سيستم للجيل اللي طالع. طبعا ده تحت اشراف الاتحاد المصري للتنس برئاسه الكابتن اسماعيل الشافعي. في رؤيه وبنحاول ان احنا 2027 2028 يبقى نطلع جيل جديد، سواء يلعب البطولات القوميه يمثل مصر في الديفيس كاب. قدرنا في الديفيس كاب ان احنا نلعب في الجروب 1، دي اول مره تحصل في تاريخ مصر. كسبنا الاوروغواي والاكوادور، فرق تقيله على الورق، هم كانوا اقوى مننا، قدرنا ان احنا نكسبهم. عندنا منتخب المجر فريق تقيل هنلعبه في مصر في شهر سبتمبر، ده يأهلنا للكواليفاير للورلد جروب، لاعلى حاجه في التنس لو قدرنا ان احنا ان شاء الله نكسبه. الشباب على المستوى الانديفيديوال بتاعهم كل واحد بيعمل نتائج كويسه. عندنا مايكل وفارس ابتدوا يعملوا نتائج احسن، ابتدوا يكسروا ال 1000، هم كانوا على طول بيلعبوا في ال 1600 1700، دلوقتي ابتدوا يكسروا ال 1000. فارس